أمير المؤمنين عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم. قرقر، ما هو قرقر؟ قرقر اسم بقعة، أين هذه البقعة؟ في أي قارة؟ في أي بلد؟ لا، هذه البقعة ليست بقعة من الكرة الأرضية، إنما هي بقعة في يوم القيامة، وفيها يسجن ويعذب من منع من أداء زكاته، امتنع من أداء الزكاة. طبعا بصورة عامة، لا أقصد في هذا المورد أو في موارد استثنائية أخرى، لعله بصورة عامة عندما يكون التحدث عن الزكاة، عن أهمية الزكاة، عن والعياذ بالله تعالى عذاب من يمتنع من أداء الزكاة، بصورة عامة هذه الكلمة لا تعني زكاة المال التي هي من الواجبات المالية. الزكاة بصورة عامة هذه الكلمة تستخدم في الإنفاق الواجب، تشمل الخمس، تشمل زكاة الفطرة، تشمل كل إنفاق واجب. لعله في أكثر الآيات القرآنية التي وردت هذه الكلمة فيها، المقصود من هذه الكلمة ما يشمل كل أنواع وأصناف الإنفاق المالي الواجب. لماذا؟ أولا لأن هذا ما عليه جمهر من الفقهاء قديما وحديثا، لأن الخمس جعل بدلا عن الزكاة. الله سبحانه وتعالى حرم النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن الزكاة، أبدلهم بالخمس، فالخمس هو بدل عن الزكاة. وهذا المعنى ورد في روايات عديدة صحيحة، والفقهاء يستفيدون من هذه الكلمة أن الخمس بدل عن الزكاة، يستفيدون أحكاما شرعية
يرتبون آثار الزكاة بصورة عامة كقانون عام على الخمس. هذا أولا. ثانيا للملاك. ثالثا للأولوية، ليس فقط الملاك، الأولوية الذي يمنع الزكاة، يعني زكاة المال التي هي من أصناف الإنفاق الواجب، الذي يمنع زكاة المال يعذب ويسجن في يوم القيامة، مع أن زكاة المال للفقراء، فكيف بمن يمنع شيئا جعله الله سبحانه وتعالى لسادة الخلق صلوات الله عليهم، بطريق أولى ذاك يكون له هذا الشيء، يكون عليه هذا العذاب، يكون عليه هذا السجن في يوم القيامة. إجمالا، هناك كتاب، هذا الكتاب من أروع الكتب، كتاب اسمه عنوانه خواطري عن القرآن. هذا الكتاب طبعا ليس تفسيرا كما هو اسمه خواطر، وهو في المقدمة المؤلف سيد المؤلف ينقل في المقدمة أن هذا ليس تفسيرا، هذه خواطر، ولكن كتاب ثمين جدا. هناك ينقل شيئا، يذكر شيئا، خلاصته يقول أن العطاء المالي لا يمكن إلا بأحد شعورين، بدون هذين الشعورين الإنسان لا يعطي. الشعور الأول الشعور الإيماني، الشعور الثاني الشعور الإنساني. الشعور الإيماني أن الإنسان يعرف بأن ما عنده من الأموال هي أمانة من الله سبحانه وتعالى، عنده تخويل، هذه الأمانة جعلت عندك امتحانا، اختبارا، افتتانا، لكي تعرف نفسك، أمانة. هذا الشعور الإيماني، الذي عنده هذا الشعور الإيماني يسهل عليه العطاء، أمانة. رد الأمانة صعب؟ لا، أمانة جعلت عندي أردها. هذا الشعور الأول، الشعور الإيماني. الثاني الشعور الإنساني، لعل شخصا ما عنده الشعور الإيماني، ما عنده إيمان، ولكن عنده شعور إنساني. الشعور الإنساني ما هو؟ الشعور الإنساني أن يحس الإنسان أنه ضمن مجموعة يشكلون جسما واحدا، الإنسانية العامة، يعني يخرج من حالة الأنا، يدخل في حالة نحن، واقع الحياة أنا أم واقع الحياة نحن؟ أنا أتمكن أن أعيش بمفردي؟ لا أتمكن أن أعيش يوما واحدا بمفردي. الطعام الذي يأكله الإنسان، آلاف من الأيدي عملت حتى وصلت هذه اللقمة الواحدة إلى فمي، صحيح أم لا؟ هذا الخبز، هذا الطعام، أي طعام كان، كم من الأيدي عملت حتى وصل هذا الطعام إلى فمي؟ آلاف لا أكثر. المسكن الذي أسكن فيها، الدار التي أسكن فيها، كم من الأيدي عملت كمقدمات إلى أن وصل هذا الشيء إلى تكملة هذه الدار حتى أتمكن أن أعيش فيها، كم أيدي عملت من بداية القضية؟ آلاف مؤلفة. الملبس الذي ألبسه، السيارة التي أركبها، وقس على ذلك. أنا لا أعيش أنا في الدنيا، أنا أعيش نحن. كما أنني في حاجاتي أعيش نحن، في عطائي يلزم أن أكون نحن، لا أن أكون أنا. ثم الذي لا يعطي، الذي يمنع، هذا هو مالك باعتباره، بطريقته التي يؤديها. هذا مالك؟ لا، هذا حارس يحرس المال. هذا الذي لا يعطيه ماذا يصنع؟ هو مجرد حارس للمال، هذا مخزن للمال فقط، مالك للمال لا.
هذا الشخص يرتكب جريمة إنسانية مع قطع النظر عن الشرع، مع قطع النظر عن الشعور الإيماني، كلامنا عن الشعور الإنساني، يرتكب جريمة. لماذا؟ لأنه يجعل هذا المال الذي هو جزء من الطاقة من القوة في هذه الدنيا، يجعل هذا المقدار من المال حكرا. يعني ماذا؟ يعني يجمد طاقة، يعني يجمد قوة. بالمصطلح التجاري يقول لا أنا ما جمدت، أنا تاجرت بهذا المال. بالمصطلح الإنساني هذا تجميد، تغير شيئا إلى شيء آخر. هذا المال تستثمره، تستثمره يعني ماذا؟ يعني تتاجر به، يعني تنميه تنمية مالية. في البعد الإنساني هذا حكر، هاي طاقة، اختزنت هذه الطاقة. هذا المفهوم الذي لا يفهمه الرأسمالية نهائيا. أصلا الرأسمالية ضد هذا الفكر. الرأسمالية من أسسها، طبعا كلامنا ليس عن الرأسمالية، من أسس الرأسمالية أنك كصاحب ثروة، كصاحب أموال، لا عليك بالجانب الإنساني. أصلا هم يميتون الإنسانية ويفتخرون، طبعا هذا يصرحون به طبعا في كتبهم، يقولون الإنسانية مكانها في الكنيسة، الإنسانية مكانها في الجمعيات الإنسانية، الإنسانية ليس مكانها في التجارة. هذا غلط، هم يعتبرونه غلطا. الإنسانية مكان ثاني. أنا كصاحب رأس مال علي أن أنمي مالي فقط. طبعا هذا الذي أنا ذكرته لكم واقعهم، ويذكرونه ويتبجحون به، يفتخرون بهذا الشيء، أن الشيء كل شيء في محله، الإنسانية مكانها مكان، أنا تكليفي شيء آخر لا علي بالإنسانية. بين قوسين قبل سنوات قلائل، أقل من 10 سنوات، أحد الأثرياء الكبار في العالم تبرع 5% كما قيل، 5% من ثروته، ثروته تعد بالمليارات طبعا، من أثرياء، من الأثرياء الأوائل الكبار، تبرع 5% من ثروته لجانب إنساني. طبعا كيف تبرع، هذا تبرع واقعي أم لا، لا علينا الآن، إجمالا من الناحية الظاهرية تبرع. هذا التبرع جعلوه شركات وهو صار رئيس مجلس إدارة تلك الشركات، لا علينا الآن. من الناحية الظاهرية تبرع 5% من ثروته، طبعا مبلغ كبير كان. أحد الأثرياء أيضا من الأوائل في العالم أشكل عليه، قال له أنت، وحتى في الجرائد الكويتية كتبوا إشكال ذاك على هذا الثري، قال أنت عملك غلط، أنت إنسان ثري صاحب رأس مال كبير، ليس من شأنك أن تتبرع، التبرع ليس شغل شخص يملك أموال كبيرة. أشكل عليه، وإشكاله في المنطق الرأسمالي تام صحيح بالفعل، حسب النظام الرأسمالي كلامه صحيح، في الرأسمالية ينمون هذا الشيء. الإنسانية يعني ماذا؟ الإنسانية مكانها مكان ثاني، أنت يلزم أن تنمي ثروتك، يعني ماذا تتبرع 5% من ثروتك لأمور خيرية، لأمور إنسانية؟ أشكل عليه، ثري أشكل عليه، وكلامه حسب منطق الرأسمالية كلام تام إجمالا. فالذي يخزن المال، هذا من نظرة الرأسمالية لا عمله صحيح، من نظرة إنسانية الإنسان عمله غلط، هذا حكر. مثاله كما يمثل بعض العلماء، مثال حية قابعة على أموال كبيرة، ثروة كبيرة تنام عليها حية، لا هي تستفيد منها، لا تدع الآخرين يستفيدون منها. هذا حاله هكذا، ينمي أمواله لنفسه، أين بقية الناس؟ لماذا في حاجاتك تعيش نحن
وفي عطائك تعيش أنا. أنت في حاجاتك نحن، تقول نحن، تقول أنت أفدني، لا تتمكن أن تعيش أنت بوحدك. عندما تصل القضية للعطاء تصبح أنا. هنا ملاحظة لطيفة جدا، الإنفاق، الإنفاق ما هو؟ إعطاء. عندك شيء، عندك ماء، تعطي 1% مثلا، تعطي 2%، 20%، 30%، أي شيء. الله سبحانه وتعالى يسمي الإنفاق المالي تسمية جميلة جدا وعجيبة جدا في نفس الوقت. الإنفاق ما هو اسمه في الشرع؟ اسمه الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ما هو؟ اسمه الزكاة. ما هو معنى كلمة الزكاة؟ الزكاة النماء، الزيادة. جدا لطيف، عندما تعطي أموالك تقل، الله يسمي هذه العملية إنماء، نماء، زيادة، يسميها زكاة. الزكاة راجعوا اللغة العربية، الزكاة تعني النماء، تعني الزيادة. يعني أعرف أيها المؤمن، أنت تعطي ولكن هذا يزيد في مالك. يزيد في مالي؟ صم أقول أعطي من 110، من 120، 30، 1، أموالي صارت من 170، 80، 90. كيف يسميها الله سبحانه وتعالى زيادة؟ الزيادة في يوم القيامة اجعلها في محلها، وهي صحيح طبعا. لا، في الدنيا زيادة، الزكاة توجب الزيادة في الدنيا. توجب الزيادة في الدنيا يعني ماذا؟ قد تسبب أمورا أموالك تزيد، هذا أيضا اجعله على جانب، هذا أيضا يحدث أحيانا بل كثيرا ما. لا، لنفرض أنه 100 صارت 90 وبقيت 90 فرضا، هنا زيادة، توجد زيادة، توجد زيادة البركة. البركة زيادة أم لا؟ البركة بالحساب المادي زيادة، ناهيك عن الحساب الأخروي، ناهيك عن الحساب المعنوي. في الحساب المادي البركة زيادة. يعني ماذا في الحساب المادي؟ يعني الإنسان يرى شيئين من الناحية الظاهرية، هذا أقل من ذاك ولكن هذا فيه البركة، ذاك لا. شخص عمره 30 سنة ولكن عمر مبارك، شخص آخر عمره 80 سنة عمر غير مبارك. نفهمه أم لا؟ نفهم ماديا، نفهمه. ذاك عمر في الدنيا أكثر، لا هذا عمر في الدنيا أكثر. ذاك عمر تافه انتهى ولا شيء، هذا عمر صنع شيئا، هذا أكثر أم ذاك؟ ماديا، حتى ماديا هذا أكثر من ذاك. شخص جاء إلى الحياة أثمر ثمارا كبيرة خلال 30 سنة، خلال 50 سنة، خلال 70 سنة. شخص آخر عاش في الدنيا 500 سنة، 1000 سنة كانوا يعيشون هكذا ولا شيء. أيهما أكثر من الثاني؟ هذا عاش أكثر من ذاك. البركة، البركة في المال، لنفرض أنه ما حصلت أي زيادة، هي البركة زيادة. طبعا البركة مشروطة بشروط، ليس كل إعطاء يوجب البركة، الإعطاء بشروط، يلزم أن تكون النية صحيحة، لا تكون لأجل هذا ولا أجل ذاك ولا أجل القضية الكذائية، مصالح مادية. المال يلزم أن يكون مالا نظيفا، هذه شروطها، شروط الزكاة. الزكاة الإنفاق المالي بشروطه يوجب البركة في المال، لا أتحدث عن أشياء ثانية الآن، ويوجب البركة في أشياء ثانية كثيرة في حياة الإنسان، يوجب البركة في المال. نعم البعض ينفق ولعله من الناحية الظاهرية، حتى أنفاق في سبيل الله من الناحية الظاهرية في عيون الناس، ولكن الواقع ليس كذلك. الله لا يجعل البركة في أمواله، لا يجعل البركة في زكاته أصلا، لا يجعل البركة في أنفاقه. أحد
الأثرياء في هذا البلد بنى مسجدا ضخما كبيرا في مدينة مزدحمة وفي منطقة مزدحمة جدا في تلك المدينة. بنى ماذا؟ مسجدا، مسجد شيء لله. وحسب ما يوصف المسجد، أنا ما رأيت المسجد طبعا، حسب ما يوصف هذا المسجد مسجد فخم جدا وجميل جدا. صرف على هذا المسجد مبلغا يمكن أن يبنى به أكثر من 100 مسجد، مبلغ كبير جدا حتى يكون المسجد جميلا. خب شيء حسن إجمالا، هذا حسن إجمالا. المساجد يلزم أن تكون بعض المساجد فخمة كبيرة جدا، هذا شيء صحيح إجمالا صحيح. أحد خيرة الثقات المؤمنين كان يعيش في تلك المدينة، هو كان ينقل، يقول هذا المسجد رغم أنه في مدينة يعيش فيها الملايين من الناس، مدينة كبيرة، ورغم أن موقع هذا المسجد في مكان في منطقة هناك يتردد مئات الآلاف من الناس يوميا، مكان تردد مركزية في تلك المنطقة، رغم ذلك كان يقول تمر أيام وأيام وأيام لا يدخل إلى هذا المسجد شخص واحد، أبوابه مفتحة طبعا، وإذا دخل في اليوم في 24 ساعة شخص واحد، لعله 2 3 أحيانا. هو كان يقول لعلي لا أبالغ إذا قلت كل من يدخل إلى هذا المسجد طيلة أيام السنة لو حسبناهم لا يتجاوز عددهم 100 شخص طيلة أيام السنة، يعني 100 مرة دخول فقط إلى هذا المسجد أو أقل. مسجد غير مبارك، مسجد اسمه لله يعني من الناحية الظاهرية، لماذا ما أعرف، المال فيه إشكال، النية فيها إشكال، لا أعرف، ممكن شيء غير مبارك، نعم. مبلغ يبنى به أكثر من 100 مسجد، 100 مسجد لا بأس به، لا أقول 100 مسجد صغير جدا، لا 100 مسجد لا بأس، غير مبارك. ومال آخر مبارك، البركة شيء. ثلاث نقاط، النقطة الأولى فيما يرتبط بالإنفاق، النقطة الأولى هناك آيات قرآنية تتحدث عن الإنفاق بصورة عام، آتوا الزكاة إنفاق، ويؤتون الزكاة إنفاق. بعض الآيات تتحدث عن الإنفاق من مالك، بعض الآيات تتحدث عن الإنفاق، آتوا الزكاة هذا إنفاق، بعض الآيات لا تتحدث عن الإنفاق من مالك، مثلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم. هذه الآيات حسب بعض الروايات الشريفة التي تفسرها لا يقصد منها الإنفاق الواجب، يقصد منها ما يوجبه الإنسان على نفسه في أمواله للآخرين. لماذا؟ لأن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن أموالك. الإنفاق الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في أموالك هذه ليست من أموالك، أوجبها الله سبحانه وتعالى في أموالك، أوجبها يعني ماذا؟ يعني من الناحية الظاهرية هذه أموالك، هذه ليست أموالك حقيقة، هذا المقدار ليس من أموالك، الله ما ملكها لك، فهذا إنفاق من مالك؟ لا، هذه أمانة كانت بيدك، خلاص أرجعت الأمانة. وفي أموالهم حق معلوم، في أموالهم هذا الجزء من الخمس، هذا الجزء من الزكاة مثلا، هذا الجزء من زكاة الفطرة، هذا الإنفاق الواجب، هذه أمانة حقيقة في يدك،
هذا إرجاع للأمانة. الآية تقول وفي أموالهم حق معلوم، لا في مالك بعد أن تخرج تلك الأمانات التي جعلها الله سبحانه وتعالى عندك، هذا ما يوجبه الإنسان على نفسه للآخرين في ماله. في ماله الخمس ليس ملكا لي أصلا، الخمس ملك غيري في يدي. نقطة ثانية، بعضنا ينفق الإنفاق الواجب، ينفق يجعل على نفسه أشياء أخرى في أمواله للآخرين، ممتاز، ولكن لا يربي أبناءه على الإنفاق، حالة شائعة للأسف. إنسان خير منفق الإنفاق الواجب، يوجب على نفسه فوق ذلك أشياء أخرى ويعطي المستحبات من أمواله، ترى ابنه، ابنه لا حفيده، ابنه لا ينفق حتى الإنفاق الواجب، ما علم ابنه على الإنفاق، ما فهم ابنه على أن هذا المال الذي في يدي ليس المفروض أن أصرفه كله على نفسي وعلى أهلي، هذه الأموال الله عز وجل أعطانيها لأصرف جزءا منها على نفسي وعلى أهلي وجزءا على الآخرين، ما فهم ابنه هذا المعنى. الابن لا ينفق حتى الإنفاق الواجب، يوجد هكذا أشخاص، أشخاص متدينون جدا أبنائهم حتى الواجب لا يؤدي، لا يفهم، لا يفهم هذه المعادلة، مشكلة هذه. يا أخي علم أبنائك من صغرهم، يتعلم الطفل، يتعلم كما أنه يتعلم يكتب حرف الألف، يتعلم حرف الباء، يتعلم الرياضيات، يتعلم هذه العلوم، يتعلم هذه الأشياء. الطفل في المدرسة يتعلم، في البيت ماذا يكون؟ يتربى. التربية عليك، التعليم على المعلم، التربية عليك أنت كأب. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، الإنفاق إعطاء جزء من المال للآخرين. الإنفاق خاص بالمال، الزكاة التي هي الإنفاق خاصة بالمال. في بدايات سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يصف المتقين هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولا، الملاحظة الأولى، من ما، جزء الإنفاق جزء. يا أخي القضية سهلة، البعض يستصعبها. جزء من أموالك تعطيه، ليس كل أموالك. لو أمر الله عز وجل أن تعطي كل أموالك كان المفروض لك أن تعطي كل أموالك، فكيف أنه أمر بجزء من أموالك؟ هو من الله. ومن للتبعيض. بعض الآيات تتحدث عن الإنفاق المالي، هذه الآية لا تقول ومن أموالهم ينفقون، يقول الله عز وجل في هذه الآية ومن ما رزقناهم، مما رزقناهم يعني من الذي رزقناهم. الذي رزقناهم يعني ماذا؟ المال، الله عز وجل رزقك. الجاه، الله رزقك. العلم، الله رزقك. الذكاء، الله رزقك. الصحة، الله رزقك. القوة، الله رزقك. هذه مما رزقناهم أم لا؟ الإنفاق في ماذا؟ فقط في المال؟ بعضنا جيد في الإنفاق المالي، جيد، ممتاز، هذا شيء حسن ممدوح عليه، ولكن في أمور ثانية لا ينفق، يحتكر، يقول هذا العلم حصلت عليه بصعوبة هكذا أعطيه للناس، لا أعطيه. البعض بصريح العبارة يقول، البعض كتب في كتابي هذا الشيء،
العلم حصلت عليه بصعوبة أنفقه هكذا؟ لا ما أعطيه. هذا الشخص عنده مشكلة في الزكاة في العلم، عنده مشكلة في زكاته في الصحة. راجعوا الروايات الشريفة في قوله تعالى آتوا الزكاة، روايات عديدة تبين أن المقصود ليس فقط زكاة المال. زكاة المال زكاة، زكاة الصحة زكاة، زكاة القدرة زكاة. إخواني أنا من أموالي أعطي شيء عندي أثمن من أموالي ملايين المرات، وهو إيماني. من الإيمان أنا أزكي لا أم لا؟ أزكي إيماني أم أنا مرتاح؟ الحمد لله في نعمة، أنا الله عز وجل جعلني مؤمنا، أؤمن به، أؤمن بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وضعي زين، وبقية الناس ليموتوا غير مؤمنين. زكاة الإيمان هذا الشيء الذي ورد في الروايات الشريفة أيضا. إيماني لنفسي فقط حكر؟ لا، الله عز وجل أعطاك الإيمان لتجعل الإيمان جزءا منه لك وجزءا من الآخرين. أنقل هذا الإيمان للآخرين. الزكاة في المال واجبة، الذي يمتنع من أداء الزكاة يحبس، يعذب في بقعة قرقر، مجرم يعتبر. أما الذي لا يزكي علمه كيف؟ هذا مجرم أم لا؟ لا يزكي إيمانه كيف؟ لا يزكي جاهه كيف؟ أختم كلامي ببعض الأحاديث الشريفة. أنقل لكم ثلاث روايات شريفة في ثلاثة أبعاد مختلفة فيما يرتبط بالإنفاق. الحديث الشريف الأول عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام عليه الصلاة والسلام يبين زكاة بعض الأشياء. طبعا العبارات جدا جميلة، المعنى جدا راقي، العبارات أيضا رائعة. كل عبارتين لأقل بقافية واحدة، هي ليست قافية ولكن الحرف الأخير مثل بعض. يقول عليه الصلاة والسلام: زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله. زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله. بذله يعني ماذا؟ البذل لعله يكون من الابتذال، الابتذال بمعنى الاسترخاص. عندك جاه اجعله رخيصا، أعطيه لهذا وذاك، جاهك بجاهك تتمكن أن تنفع أحدا انفعه بسرعة. بذله إعطاؤه ابتذالا استرخاصا. زكاة العلم نشره، زكاة الجاه بذله. زكاة الحلم الاحتمال، زكاة المال الإفضال. أنت حليم، بعض الناس القوة الغضبية فيهم شديدة، عنده مشكلة ويشتكي من وضعه، يتألم. هذا الذي القوة الغضبية مسيطرة عليه يعيش حالة جدا صعبة، جدا صعبة. أنت إنسان حليم، من أعطاك الحلم؟ الله عز وجل. في الحلم زكاة؟ نعم. ما هي زكاة الحلم؟ الاحتمال، يعني تحمل، تحمل الآخرين. الله أعطاك هذه النعمة، تحمل. شخص سبك ليكن. أمس أحد المؤمنين كان ينقل لي، يقول ثنتان من المؤمنات ممن حوله: هذه مرة ما قامت لتلك، أوه صارت مشكلة. كان يشتكي يقول: ماذا أصنع بينهما؟ كيف أجمع بينهما؟ هذه من قريباته وتلك من قريباته، وهم أيضا بينهم نسبة، يعني ماذا ما قامت لي، خوف، أهانتني فرضا، ماذا حدث؟ زكاة الحلم الاحتمال يعني التحمل، زكاة المال الإفضال، زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الجمال العفاف. أنت مقتدر مسيطر، كن منصفا، أنصف الناس من نفسك.
هذا الشيء الذي عادة لا يوجد في كثير من الناس خصوصا في الحكومات وغير الحكومات. زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الجمال العفاف، هذه كلها نعم. زكاة البدن الجهاد والصيام، زكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام. زكاة الصحة السعي في طاعة الله، زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله. عندك صحة، زكاتها ما هو؟ ما هي زكاتها؟ طاعة الله، السعي في طاعة الله. الآن فكروا، هذا الوقت الذي نحن الآن جالسون في المسجد نصلي نتعبد، بعض الناس على الأسرة في المستشفيات ما عنده الصحة، أنت عندك الصحة الحمد لله رب العالمين. هو يتمنى أن يكون دقيقة في مكانك، دقيقة، يتمنى أن يصلي صلاة الظهر في المسجد، يتمنى أن يصلي صلاة الظهر بتوجه، أنت تتمكن أن تصلي بتوجه في أجواء طبيعية، هو يعيش آلام لا يتمكن أن يصلي صلاته بصعوبة، يصليها يؤدي الصلاة. هذه العبادة الفردية، العبادة الاجتماعية، يتمنى أن يكون بدلك يخدم الناس، يؤدي يقضي حوائج الناس، يسعى في هموم أصدقائه، في كشف هموم أصدقائه أقربائه، لا يتمكن، على السرير في المستشفى لا يتمكن أن ينزل من السرير. كثير منهم أم لا؟ نعرفهم أصدقاؤنا أقرباؤنا. زكاة الصحة السعي في طاعة الله، أنت عندك الصحة اسعى في طاعة الله. زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله، يا أخي بعض الناس عنده مشكلة الجبن، جبان شو يسوي؟ أنت شجاع، زكاة شجاعتك الجهاد في سبيل الله، قل كلمة الحق. ذاك لا يتمكن، ذاك جبان عنده مشكلة، لا أقول من حقه ذلك، لا أقول عنده مشكلة، جبان، أنت لست جبانا، أنت شجاع، الله أعطاك الشجاعة، قل كلمة الحق. زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله. زكاة السلطان، هذا الزكاة التي عادة لا تعطى، خلاص السلطان يؤدي زكاة، ما هي زكاة السلطان؟ زكاة السلطان إغاثة الملهوف، هو لا يؤذي الملهوف، أدى شيئا. زكاة السلطان إغاثة الملهوف، زكاة النعم اصطناع المعروف، هذه الأخيرة لها شمولية كبيرة، زكاة النعم اصطناع المعروف. هذه بعض النعم، ثم الإمام عليه الصلاة والسلام في الكلمة الأخيرة أعطى شمولية، زكاة النعم اصطناع المعروف، لا صنع المعروف لكي يرد علي المعروف في وقت حاجتي، لا، لله، لأجل الله سبحانه وتعالى، في الله سبحانه وتعالى. الحديث الشريف الآخر الثاني، ثلاثة أحاديث شريفة. الحديث الشريف الآخر الثاني، يعني بينت كلمة من هذا الحديث الشريف في بداية كلامي. الحديث هذا لا نحتاج إلى أسانيد ما أسانيد، لا، ولكن أنا هذا السند أقرأه لكم، لأن الشيطان يلعب يقول لا من قال من أين كذا، لا أقرأ لكم هذا السند. الحديث الشريف هذا في الكافي، طبعا الحديث الأول أيضا ظاهرا في الكافي على ما ببالي، لا الحديث الشريف الأول في جامع حديث الشيعة. الحديث الشريف الثاني في الكافي الشريف، الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، الذين يعرفون السند يعرفون قيمة هذا السند، عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم جليل عن جليل، عن محمد بن خالد، محمد بن خالد البرقي الأب، البرقي الابن أحمد بن محمد بن خالد، إنسان ثقة، البرقي الأب ثقة جليل فقيه محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، خلف بن حماد بن ياسر الأسدي ثقة، عن حريز نار على علم فقيه جليل ثقة عظيم، من أبرز تلاميذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حريز، حريز السجستاني، حريز عنده قصص كثيرة وجميلة جدا، من منطقة مركز النواصب،
هذا حريز خرج واحد بطل شيعي قوي بطل له مواقف كبيرة جدا. سجستان آنذاك سيستان تسمى سجستان. سجستان آنذاك مركز النواصب كانت. واحد مثل حريز يخرج من تلك المنطقة الناصبية. عن حريز قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر. قاع يعني أرض، يعني بقعة من الأرض، الله يحبسه في يوم القيامة. يبدو من الرواية الشريفة في يوم القيامة يعني في المحشر قبل نار جهنم، في المحشر يحبس في قاع، في أرض، في بقعة تسمى قرقر، أو لعله قرقر أو قرقر، لا أعرف ضبط الكلمة. ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر، لعله الكلمة هكذا. وسلط عليه، العياذ بالله تعالى، وسلط عليه شجاعا أقرع. شجاع يعني الحية، من أسماء الحية شجاع. وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه. هذا الشجاع، هذه الحية يعني، هذا الشجاع يريده. الله أكبر، مرة هذه الحية فورا تأخذ الإنسان، لا، هذه الحية تأتي تقترب من شيئا فشيئا، يعني يذوب. حية كبيرة طبعا تسمى شجاع. يريده هذا الشجاع، هذا الحية يريده وهو يحيد عنه، هو يهرب 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 إلى متى؟ هذا شيئا فشيئا يقترب منه وهو محبوس في قاع، في بقعة. فإذا رأى أنه لا مخلص له منه، خلاص يتعب، هذا يأتي ويصل إليه، خلاص يهرب 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 إلى متى؟ يجلس. فإذا رأى أنه لا مخلص له منه أمكنه من يده. الشجاع هذا، هذه الحية تريد يده، يمد يده. أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل. الفجل يعني الفجل، هذا الذي نسميه فجل، مثل الفجل يأكل يده، خلاص. هذا في المحشر قبل نار جهنم، العياذ بالله تعالى. ثم يصير، ضمير يصير يرجع إلى المال، لعله يرجع إلى الشجاع، هذه الحية يعني، ممكن لا أعلم. ثم يصير هذا الشجاع لعله، أو ذلك المال، ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، العياذ بالله تعالى. هذا الحديث الثاني، هذا الحديث انذار، تخويف. لأنقل لكم حديثا ثالثا، بشارة، ترغيب، وأختم بهذا الحديث كلامي. هذا الحديث في الكافي الشريف يقول: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام يسأله الإذن في الخمس. نحن نسمي هكذا أشخاص بأذكياء، ذكي. الخمس لمن؟ ملك للإمام. الإمام يتمكن أن يسقط الخمس عنك؟ نعم، هو ملكه، الله عز وجل جعل الخمس ملكا للإمام، لإمام كل زمان. كتب هذا الشخص، تاجر الفارسي من تجار فارس، كتب إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه أسقط الخمس عني. شاطر، ها؟ يسأله الإذن في الخمس، فكتب عليه الصلاة والسلام إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يخلو مال إلا من وجه أحله الله،
وإن الخمس، الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن ما في أين يصرفون الخمس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك يقول: فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا. في الأمور المهمة الإنسان يحلف لا بأس، ليس مكروها، الحلف مكروه، ولكن في الأمور المهمة ليس مكروها. والله هذه الكلمة تكفي، لا ليس فقط تكفي، أكثر من استحقاقنا. الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة في هذا الحديث الشريف يقول نحن يعني المستفاد من هذه العبارة أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن الإمام قال دعاءنا، يبدو من هذه الكلمة أن كل إمام له دعاء خاص للأفراد الذين يدفعون الخمس. الإمام يقول حيف أنت تنحرم، تحرم من هذه الرحمة، تحرم من هذا الدعاء. هذا الإمام عليه الصلاة والسلام يسميه حرمانا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا. الإمام محتاج أموالي، إمام زماني ببركته يرزق الخلق، لا أقول يرزق البشر، أقول يرزق الخلق كلهم ببركاته، هذا يحتاج مالي، يحتاج 20% من أموالي، خمسي كذا دينار، كذا ألف دينار، كذا مليون دينار، هذه أموال أصلا بالنسبة إليهم، ولكن هذا حرمان لي الذي لا يدفع. فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه، إخراج الخمس يعني، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم. حساب توفير، هذا في يوم من الأيام ستحتاج هذا المال، هناك لا أحد ينفعك ولا مال ينفعك أيضا، هذا المال ينفعك. وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، في يوم حاجتك. والمسلم من يفي لله بما عهد إليه. يا أخي أنا مسلم، المسلم الذي يفي على أموال قليلة نخرج من الامتحان خاسرين، بالله عليكم هذا يسمى مسلما؟ في ماذا؟ في أموال؟ يعني الله أعطاني 100، قال 20 من هذه 100 ليست لك، أنا أقول لا صعب علي، عجيب، على 20%؟ على أرواحهم المؤمنون ما قصر، ما توانوا، ما قصروا، أوجب الله عز وجل عليهم أن يعطوا أرواحهم، أعطى أرواحهم مسترخصين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام، بذلوا أعطوا أرواحهم مهجهم بذلا استرخاصا، أنا على 20% صعب علي؟ هذا إسلام؟ المسلم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب. والسلام. ثلاث آيات. يقول الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي أموالهم، هذا في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هناك دعاء، إذا تشرفتم إلى زيارة أي واحد من المعصومين عليهم الصلاة والسلام يسمى بدعاء عالية المضامين، بالفعل مضامين هذا الدعاء عالية. اقرأوا هذا الدعاء بعد الزيارة، تقرأ يقرأ هذا الدعاء بعد الزيارة، زيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. في مقطع من هذا الدعاء، في المقاطع الأول من الطلبات، الإنسان يبدأ يطلب أشياء جدا جميلة، جدا رائعة. هذه الأدعية لسان حالنا نطق بها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بدون هذه الأدعية لا نعرف كيف نطلب حوائجنا نحن، وفي هذه الأدعية حوائجنا بالفعل.
في مقطع منه: وتشرح صدري، تحفظون الذين يذهبون يقرؤون، وتشرح صدري لإيتاء الزكاة وإعطاء الصدقات وبذل المعروف والإحسان إلى شيعة آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم اشرح صدورنا لأداء الواجبات. اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.